I now والآن give the floor أعطي الكلمة to His Excellency لصاحب السعادة محمد عبد الله الحضرمي Minister for Foreign Affairs وزير الشؤون الخارجية لليمن. السيد رئيس الجمعية، السيد الأمين العام للأمم المتحدة، أصحاب المعالي، الحضور جميعا، باسم حكومة وشعب الجمهورية اليمنية أتقدم للسيد رئيس الجمعية ولجمهورية نيجيريا بخالص التهنئة على تولي رئاسة الدورة الحالية للجمعية العامة، متمنيا له دوام التوفيق والنجاح، كما أشكر سلفه السيدة ماريا سبينوزا على الجهود المتميزة المبذولة خلال الدورة السابقة. ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر للسيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة على جهوده المخلصة التي يبذلها من أجل تحقيق السلام لكل شعوبنا، كما أقدر على وجه الخصوص اهتمامه الخاص والكبير باليمن وبشعبه وأمنه واستقراره ووحدته وسلامة أراضيه. وأشكر المبعوث الخاص السيد مارتن جريفيث وطاقمه على كل ما يقدمونه من جهود من أجل الدفع بعجلة السلام في بلادي. السيد الرئيس، الحضور جميعاً، أقف أمامكم اليوم بقلب حزين لما آلت إليه الأوضاع في بلاد اليمن، هذا البلد المعطاء الضارب بجذوره في عمق التاريخ، بلد الحضارة والرخاء، بلد الشموخ والكبرياء، أصل العرب وفخرها، هذا البلد الذي أثكلته جراحه بسبب حرب فرضت عليه من قبل ميليشيات مسلحة عقائدية تمتهن التعذيب والإقصاء والقتل كأداة للوصول لمآربها. هذه الميليشيات الحوثية المدعومة من قبل إيران. إيران البلد الذي يعد الراعي الأول للإرهاب في العالم، والذي ومن أجل تحقيق أطماعه التوسعية في المنطقة قام بتكريس أموال شعبه من أجل دعم ميليشيات ووكلائه خارج أرضه بالسلاح والمال والخبرات التخريبية. فمنذ العام 2014 قامت ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً بتدمير كل شيء جميل في اليمن، انقلبت على الدولة ومؤسساتها بقوة السلاح، فجرت المنازل ودور العبادة، قصفت الأبرياء وسرقت قوتهم، صادرت الحريات واختطفت الناشطين وكل معارضيها، وملأت أرجاء اليمن وترابه الطاهر ومياهه النقية بكافة الألغام المحرمة دوليا. وأستطيع أن أقول أن هذه الميليشيات وخلال بضع سنوات استطاعت أن تهدم حلم جميع اليمنيين، حلمهم بالحرية والمواطنة المتساوية والعيش الكريم، حلمهم الذي كاد أن يتحقق بفضل المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل التي توجت مخرجاته بدستور جديد ليمن اتحادي يتسع لكل اليمنيين بكافة أطيافهم السياسية والقبلية والمجتمعية، يتم فيه حفظ الحريات وينعم أهله بالمواطنة المتساوية والتوزيع العادل للسلطة والثروات. ولكن هيهات لشعبنا الصامد الأبي أن يستكين،
فكما أسقط خرافة الحق الإلهي في ثورته الأبية الخالدة ثورة 26 من سبتمبر التي نحتفل بذكراها 57 هذه الأيام، فستسقط تلك النسخة الأسوأ من تلك الخرافة، وسيسقط أي محاولات لتمزيق الوطن انتصارا لثورته الخالدة في جنوب الوطن في الرابع عشر من أكتوبر المجيدة التي اكتمل ألقها في 22 من مايو، وفي صيغة اليمن الاتحادي الجديد الذي توافق عليه اليمنيون. ذلك سفر الخلود اليماني وتلك سننه. وبرغم كل هذه الصعاب والمعوقات، فقد تمكنا بتضحية أبطالنا في القوات المسلحة ومقاومتنا الباسلة وبدعم وإسناد قل نظيره من إخواننا في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، تمكنا من كبح جماح وجنون هذه الميليشيات العقائدية التي لا تزال إلى يومنا هذا وهي تؤمن بحقها الإلهي الحصري في الحكم، ضاربة عرض الحائط بكافة القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان. سيد الرئيس، نحن نقدر دعم أشقائنا في التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية كل التقدير، وما المواقف الصادقة والقوية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، إلا تأكيدا على الإخوة الصادقة من قبل تحالف دعم الشرعية والتي حفظت أبدا في قلوب كل اليمنيين. فقد أتت في أكلح الظروف وتلبية لطلب رسمي من فخامة الرئيس عبد رب منصور هادي رئيس الجمهورية وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لتحقيق أهداف نبيلة، وهي مواجهة ميليشيا الحوثي والمشروع الإيراني التوسعي واستعادة الدولة والشرعية والحفاظ على أمن واستقرار ووحدة وسلامة الأراضي اليمنية. وبعد تحرير عدن في 2015 من الحوثيين، سعت الحكومة اليمنية على الرغم من الأوضاع السياسية والأمنية الصعبة التي تواجهها، سعت إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية واستئناف عملية التنمية واتخاذ كل الإجراءات الضرورية اللازمة لوقف التدهور في سعر العملة الوطنية وبلورة رؤى اقتصادية شاملة تمكنها من التكيف مع هذا الوضع الاستثنائي الذي تعيشه بلادنا. وقد كانت الحكومة اليمنية تسعى في العاصمة المؤقتة عدن بكل ما لديها من إمكانيات محدودة للتخفيف من معاناة كل اليمنيين الذين تحولت حياتهم اليومية إلى كارثة إنسانية. وبينما يقاوم شعبنا ميليشيات الانقلاب الإمامي الحالم بعودة إلى الماضي وفي إطار تحالف جاء لدعم الشرعية واستعادة الدولة، قام ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم ماليا وعسكريا ولوجستيا من دولة الإمارات العربية المتحدة، قام بالتمرد على الدولة والسطو المسلح على مقرات الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن، مسكونا بأوهام التشطير ووهم السلطة وفرض الخيارات بقوة السلاح، مستهدفا بذلك الشرعية الدستورية والهوية اليمنية. وعلى الرغم من إصدار قيادة تحالف دعم الشرعية لبيانات تؤكد على ضرورة انسحاب هذه التشكيلات العسكرية الخارجة عن القانون من مؤسسات الدولة ومعسكراتها بشكل فوري،
إلا أنها وعلى العكس من ذلك قامت بالتوسع في محافظتين أخريين. ولذا فقد اضطر جيشنا الوطني الباسل للتصدي لهذه المحاولة والقيام بواجبه في استعادة الدولة ومؤسساتها في العاصمة المؤقتة عدن، غير أن جيشنا وللأسف تعرض لضربات عسكرية مباشرة وخارجة عن القانون الدولي، ضربات عسكرية من الطيران الإماراتي، وبصورة شكلت ضربة قاسية في جسد الوطن، وانحرافا صريحا عن الأهداف النبيلة لتحالف دعم الشرعية في اليمن. ونحن نقدر عاليا ونشكر المملكة العربية السعودية الشقيقة على الإجراءات التي تقوم بها لإنهاء هذا التمرد وإيقاف هذه الأعمال من قبل دولة الإمارات في المناطق المحررة، لكونها ليست من مهام قوى التحالف ومن أجل تصويب المسار ولملمة كافة الجهود نحو إنهاء الانقلاب الحوثي الإيراني في اليمن. واسمحوا لي بأن أوجه ومن على منصتكم الكريمة التحية والتقدير والإجلال لأبطال قواتنا المسلحة الذين ببطولاتهم وتضحياتهم وإراداتهم التي لا تنكسر سيبقى اليمن عزيزا منيعا تعانق فيه جبال عيبان جبال شمسان، وهي تردد ترنيمة اليمن الخالدة لن ترى الدنيا على أرضي وصيا. سيد الرئيس، تشكر الجمهورية اليمنية دور المانحين من الأشقاء والأصدقاء الذين وقفوا مع اليمن في وقت الشدة وأسهموا في التخفيف من أعباء الأزمة الإنسانية بدعم خطط الاستجابة الإنسانية أو تقديم المساعدات المباشرة. ونخص بالذكر المملكة العربية السعودية الشقيقة التي دعمت بسخاء خطط الاستجابة الإنسانية، كان آخرها تقديم نصف مليار دولار لخطة 2019، والمساعدات الإنسانية المباشرة لليمنيين في كل أرجاء اليمن من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة، إضافة إلى تقديم الدعم المباشر لخزينة الدولة لمنع انهيار العملة الوطنية وتقديم ضمانات بنكية للسلع الغذائية وتخصيص 60 مليون دولار شهريا لدعم تمويل وقود شبكات الكهرباء، إلى جانب إسهامات البرنامج السعودي للتنمية وإعادة إعمار اليمن ومركز إسناد للعمليات الإنسانية الشاملة في اليمن. السيد الرئيس، الحضور الكريم، تشكل إيران وأذرعها العسكرية في منطقتنا العربية بما فيهم الحوثيين وحزب الله تهديدا خطيرا لأمننا القومي، فإيران دولة مارقة لا تحترم القانون الدولي ولا التزاماتها كدولة عضو في الأمم المتحدة، وقد ألحقت إيران باليمن والجزيرة العربية ضررا بالغا، فهي من أنشأ ودرب وسلح ومول ميليشيا الحوثي التي ترفع شعار الثورة الإيرانية وتنتهج نهجها في القمع والتنكيل والتعذيب، وحولت بعض المناطق في اليمن إلى منصات لإطلاق الصواريخ لتهديد أمن الجيران والملاحة الدولية في البحر الأحمر. وما زالت التقارير الأممية تكشف وتؤكد حجم الدعم الذي تتلقاه ميليشيا الحوثي من إيران. ولم تكتفي ميليشيا الحوثي بذلك، بل قامت مؤخرا بإدعاء مسؤوليتها عن الهجمات الإرهابية على منشأة شركة أرامكو السعودية في بقيق وخريص، في تضليل واضح
وتبعية فاضحة للنظام الإيراني المارق. ونحن إذ ندين هذا الهجوم الإرهابي نؤكد على ضرورة أن يتم التصدي له وتحميل فاعليه المسؤولية كاملة، ولا نعده هجوما على المملكة العربية السعودية فقط، ولكن على الاقتصاد العالمي، وتهديدا خطيرا للأمن والاستقرار الدولي. السيد الرئيس، نحن لسنا دعاة حرب ودمار، بل دعاة سلام واستقرار، ومن أجل ذلك واستشعارا بمسؤوليتنا الكاملة عن كل أبناء شعبنا اليمني، دعمنا عملية السلام الأممية وجهود المبعوث الأممي لليمن، وانخرطنا بكل إيجابية ومرونة في جميع مبادرات السلام وفقا لمرجعيات السلام في اليمن المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار 2216. وذهبنا إلى السويد العام الماضي من أجل إعطاء السلام كل الفرص، غير أنه بسبب تعنت الميليشيات الحوثية وتهربها المستمر من الالتزام بما تم التوافق عليه، لم يراوح هذا الاتفاق مكانه منذ ما يزيد عن 10 أشهر. والحل هنا لا يكمن في القفز على ما تم الاتفاق عليه، أو غض الطرف عن هذا التعنت غير المبرر من قبل الحوثيين، بل يكمن في إلزام هذه الميليشيات بالقيام بما وافقت عليه وتعهدت بتنفيذه أمام العالم. يجب أن يعلم الحوثيون بأن السلام ليس خطابات وشعارات، وأن له متطلبات واستحقاقات، ويجب أن يتحمل مجلس الأمن مسؤوليته ويلزم الحوثيين بتنفيذ ما ورد فيه بالانسحاب من مدينة وموانئ الحديدة، وتنفيذ اتفاق إطلاق الأسرى، كل الأسرى، وفك الحصار الجائر على مدينة تعز. وفي هذا الصدد لا يمكنني إلا أن أشارككم رسالة مؤثرة استلمتها قبل يومين من رابطة أمهات المختطفين، تناشدني فيها أمهات المعتقلين أن أنقل للعالم مأساتهن في فقدان أبنائهن في غيابة سجون الحوثي، بل واستخدامهم كدروع بشرية. ولا يسعني إلا أن أؤكد لهن بأننا لن ننسى جرائم الحوثي، وسوف نواصل بكل جد المطالبة بالإفراج عنهم جميعا. فصبرا واحتسابا أم أنس، أنت وكافة أمهات المختطفين، أليس الصبح بقريب؟ السيد الرئيس، تؤكد الجمهورية اليمنية موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها إقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشريف. ونناشد المجتمع الدولي الاستمرار في تقديم الدعم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، لتتمكن من مواصلة تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين. كما ندين بشدة استمرار السياسات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والانتهاكات اليومية تجاه الشعب الفلسطيني وتجاه المقدسات الإسلامية. وندين على وجه الخصوص تصريحات رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بشأن نيته ضم أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة وفرض السيادة على غور الأردن وشمال البحر الميت، الأمر الذي يشكل انتهاكاً سافراً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الدولية الأخرى ذات الصلة. وختاماً السيد الرئيس، أتمنى أن تكلل أعمال الجمعية بدورتها الحالية بالنجاح والتوفيق، وأن نلتقي العام المقبل وقد حل السلام في ربوع اليمن. فقضيتنا صلبة كالصخر، وعزيمتنا شديدة لن تلين، ونحن تواقون للسلام، السلام الشامل والمستدام المبني على الثوابت الوطنية،
الرحمة لشهداء اليمن الأحرار، والشفاء للجرحى، والحرية لجميع الأسرى والمختطفين. وشكرا. I thank the Minister for Foreign Affairs of Yemen.